بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الإخوان ديال الجريدة على التتبع ديالهم ديال المشاكل ديال القطاع. الموقف ديالنا كنقابة وطنية كان موقف اللي معروف بأن السادسة مساء قرار، زعما بصراحة كان قرار صريح ما ضد هذا القرار ديال السادسة مساء، كنتمناو التمديد ديالو. لهذا بادرنا كنقابة والإخوان ديالنا في التنسيقية وفي المنظمات المهنية اللي بادرنا اليوم إلى عقد اجتماع موسع حضروه جميع الجمعيات والمنظمات اللي كاينين، سواء كانوا منظمات وطنية أو محلية اللي كاينين في مدينة القنيطرة، بالإضافة إلى المجتمع المدني اللي حضروا معنا في هذا الاجتماع، وكذلك كان حاضر معنا السيد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بالقنيطرة. هذا الاجتماع هذا اللي الكل كان ضد التوقيت ديال السادسة مساء، الكل كان كيندد بأن السادسة مساء ماشي وقت صحيح باش نسدو فيه. التجار عارفينهم والمهنيين كيعانيو خصوصا في هذه الفترة ديال الحظر، في هذه الفترة اللي دازت. دابا يلاه بداو كيسترجعوا شوية ديال القوت ديالهم اليومي. القرار نزل علينا كالصاعقة بصراحة وتصدمنا فيه. لهذا تعقد هذا الاجتماع الموسع اللي حضر فيه الجميع، واتفقنا على أساس بأن نكون عندنا مطالب والرفض ديال هذا التوقيت ديال السادسة. مباشرة بعد انتهاء هذا الاجتماع تعقد واحد اجتماع مصغر لهذا الاجتماع الكبير. تكونت واحد لجنة اللي ديال الحوار مع السيد الباشا اللي عيط علينا، ومشينا عند السيد الباشا طرحنا ليه هموم ديال المهنيين وديال التجار. نقلنا ليه الرفض ديال المهنيين السادسة مساء بأن المهنيين والتجار رافضينها ماشي في محلها. كذلك نقلنا ليه بأن راه الناس أو المهنيين والتجار كيرفضوا القرارات الارتجالية، وكذلك طالبنا السيد الباشا مشكورا على الاستقبال ديالو لينا اليوم وعلى الحوار، يعني بصراحة الحوار الصريح اللي كان اليوم بيناتنا. قلنا ليها وديرة خاص ديك اللجنة ديال اليقظة يكون فيها ممثل ديال القطاع، بحكم بأن اللجنة الوطنية فيها غرفة التجارة والصناعة فيها ممثلة من السيدة الرئيس، كذلك مدينة قنيطرة خص يكون فيها واحد الممثل ديال القطاع ديال التجار المهنيين، باش حتى إلا بغات تاخذ شي قرار داك الممثل ديالنا ديال القطاع يدافع على القطاع ويعرف هو هموم ديال التجار ديالنا. كذلك تمخض من هذا الاجتماع ملتمس إلى السيد العامل اللي غادي تصيفطوا الغرفه التجاره والصناعه الملحقه ديال القنيطره، غادي يكون فيه هاد المطالب، وغادي نشرحوا للسيد العامل علاش بغينا التمديد، علاش ما بغيناش سته، بان راه حنا ماشي ضد السلطه ولا ضد القرارات ديال السلطه لا، ولكن حنا كنتمناو من السلطات المحليه يشوفوا من التجار بان راه سته راه ماشي وقت صحيح باش يسدوا ستة، راه رافضين هاد التجار. كنتمناو يكون تمديد لهاد الوقت هذا، ما يكونش ستة، وان شاء الله يكون خير. غدا ان شاء الله غيكون عندنا لقاء ديال اللجنة اللي مكلفة بالحوار مع السيد الباشا. نتمناو يجينا واحد الجواب مع الملتمس ديالنا ديال اللي قدمنا بها كتنسيقية إقليمية ديال التجار المهنيين، يجينا واحد الجواب اللي فيه تمديد ديال التوقيت ديال إغلاق المحلات التجارية وكذلك الحرف المقاهي والمخابز. وشكرا لكم جزيلا.